بتوقيت الجولة الرابعة دخلت دوايت إيزنهاور دائرة النار الواسعة، يوجد نحات يمدها عدد من الباليستيات في اشتباك استمر ليومين، هو الأعنف والأقوى في تاريخ الحروب البحرية. وليس هناك بالنسبة لنا أي خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا أبدا. لم تقوى السفينة على البقاء تحت صليات الصواريخ اليمنية، وإن زعمت أنها تصدت، كما أنها لم تتصد لها جميعا، وهي المزودة بأحدث نظامات الدفاع الجوي في العالم. ورغم ابتعادها مسافة باتجاه شمال البحر الأحمر كما أظهرته صور الأقمار الصناعية، إلا أن الصواريخ اليمنية ظلت تلاحقها. هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها إيزنهاور متقهقرة أمام خصم لها في تاريخ عملياتها القتالية. المرة الأولى، يقول اليمن، ليست إلا البداية. لم تغرق السفينة بفعل الضربات، لكن مفاعيلها تصيب الردع الأمريكي المبني في 4 قرون على الهيمنة المطلقة في مقتل. تمتلك أمريكا 11 حاملة طائرات، بها الغرب والشرق لها ساجدون، وبها تمخر عباب البحار والفلك والمحيطات. أينما شاءت أبحرت، وحيث قررت وقفت، لا يقف أحد في وجهها. يفضل البنتاغون لو أن إيزن غرقت بصمت على أن تضرب في العلن. قد يتحمل الأمريكي خسارة السفينة بكلفتها البالغة 5 مليار، لكنه لا يحتمل خسارة موقعه في خارطة القوة العالمية. والحاملة جزء من أسطول القوة الضاربة، بني عليها النفوذ الأمريكي وبدونه ينهار، وهو ما يجري الآن، ويعبر عنه بتداعيات الفشل الجيوستراتيجي لأمريكا. إيزنهاور ليست حاملة طائرات وحسب، بل حامية المصالح الأمريكية وخط نارها الاستراتيجي المتقدم في منطقة الأسطول الخامس، من شمال أفريقيا إلى جنوب آسيا. لقد نقلنا أسوراً عسكرية أمريكية إلى المنطقة، بما في ذلك وضع مجموعة حاملة الطائرات USS فورد الضاربة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والحاملة USS إيزنهاور في الطريق لردع أي عدوان إضافي ضد إسرائيل. ورسالتي إلى أي دولة أو أي جهة معادية أخرى تفكر في مهاجمة إسرائيل، لا تزال كما كانت قبل أسبوع، وهي لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا. إيزنهاور سجلها القتالي حافل بالعمليات الإرهابية البحرية والجوية ضمن مهاب القوة الأمريكية الاستراتيجية في أفغانستان وإيران والعراق، يرفع اليمن نيابة عن الكل. يا لثارات المسلمين، يا لثارات المستضعفين. ظل القرار اليمني المتحرر من قيود السياسة وأثقال الاقتصاد ضميراً مستتراً بحكم القدرة والإمكانات. إلى أن جاءت الصاروخية اليمنية لتظهره فعلاً مرفوعاً بالقوة، مبنياً على الإيمان، في سياق متجرد من المصالح، متجرئ على الواقع، جرأة لم يعتدها أمراء الشبكة الصهيونية، ولم يطقها صناع السياسة الأمريكية المترنحة اليوم بين حيرة وضعف اعتراها في ذروة قوتها. الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن. نحن في يقظة دائمة، لدينا أفراد يحرسون مركز توجيه القتال الخاص بنا على مدار الساعة، ونحن على استعداد دائم طوال ساعات الليل. نعم طبعا، يمكن أن تتعرض حاملة الطائرات هذه للهجوم في أي وقت. لا يصدق الأمريكي ما يحدث معه، لكنه لا يكذبه، يصمت عنه لحظة أو ينكره فترة، وتلك سنة الطغاة. في مقابل وضوح الرؤية وسمو الموقف اليمني وإنسانيته، تبحث أسئلة الإعجاب عن الأسباب. ما الذي نسيه العالم وأدركه اليوم فجأة؟
أهو ضعف أمريكا القوية أم قوة اليمن الضعيفة؟